السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الجورنال دو مير. ان شاء الله كلكم بخير وعلى خير. اليوم الوصفة تاعنا المحاجب، ان شاء الله تجربوهم وترجعوا لي الخبر. نمروا المقادير وكيفية التحضير. بسم الله. دروك غادي نوجدوا العجينة تاع باش اللي نديروا بها المحاجب، هي نفس العجينة تاع مسمن. باش ما نطولش عليكم الفيديو انا نوجدها خفافي. رانا عندي هنا ان بول تاع سميد رقيق وان بول تاع فرينة والملح على حسب ذوق كل واحد فينا ومغرف كبيرة تاع خمر تاع الخبز. نخلطهم كامل ونديهم ينعجنوا ونعاود نقول لكم ان شاء الله. فوالا كما راكم تشوفوا عجينة مسمن او تاع المحاجب راهي واجده. انا درت هذه بوتيت بول، دهنتها بالزيت باش ما تلصقناش وغطيتها بهذاك فيلم اليمونتير. غادي نخليها تريح لو طون اللي نوجدوا فيها الحشوه. بسم الله نبداو. عندي هنايا خمس حبات تاع بصل قطعتهم كيما هكا شرائح رقاق كوبيون لامال. بغيتو تقطعوهم اون كوب يا با بروبليم، هذا يبقى اختيار لكم. انا يا راني باغي ندير شويه كونتيتي كبيره، درت خمس حبات تاع بصل. غادي دروك نديرهم، راني دايره المقله حما درت الزيت. ندير البصل يتقلى مليح حتى يذهب يولي كاراميليزي عادك باش نزيد لي زوتغ زانغغيديون. نتوما تتحكموا في الكونتيتي تاع البصل وتاع الطوماطيس على حساب العجينه تاعكم. فوالا انا نقعد نحرك فيه غير بشويه باش ما يلصقناش. كما قلت لكم خليه حتى يتحمر مليح يولي كاراميليزي ونعاود نقول لكم ان شاء الله. فوالا كما راكم تشوفوا البصل تاعنا تقلى مليح هبيا كاراميليزي. شوفوا سبحان الله اون ديغي ما درت خمس حبات تاع بصل. دروك غادي نزيد واش بعد زوج سنان تاع ثوم، دو غوز داي، تنجمو وليو باش تقطعوهم كيما ندير انايا غير بالخدمي ترابوهم سي ميو كاع. انا لاغاف معرفتش كاع وين حطيتها، بصح مكاش مشكل. فوالا خلطها واحد شويه. بالنسبه لي ما يبغوش الثوم في المحاجب ما يديروش، ما كاش مشكل. عندي هنايا خمس حبات تاع طوماطيس، انا ما جليزي غابي ولا بغيتو تقطعوهم اون بتي دي ما كاش مشكل. فوالا خمس حبات تاع طوماطيس. بسم الله. بالنسبه للتوابل لي زيبيس عندي الملح على حسب ذوق كل واحد فينا، عندي الحرور فلفل اكحل واحد النص مغرف باسكو غادي ندير الحار، عندي هنايا سي لا بودغ دو شيلي، هادي فلفله حاره. عندكم الجويه حاره ولا الهريسه ديروها، ولا ما تنجموش الحار ما ديروش. انا غادي ندير غير واحد الشويه باسكو قاطعه، وفي بلاصه ما ندير لا طوماط كونسونطري معجون الطماطم غادي ندير فلفل احمر بابريكا ندير مغرف.
وغادي نخليهم يتقلاو مليح حتى تنشف لي لاصوص عادك باش نوجدوا المحاجب. فوالا نخليها تقلى غير في غرضها. فوالا لاصوص تاعنا راهي واجده كما كتشوفوا راهي ناشفه. غادي نطفي عليها الغاز ونخليها تبرد عادك باش نوجدوا المحاجب. فوالا كيما راني معودتكم العجينه مادامكم تخلوها تريح مادامها تساعدكم باش تحلوها. المهم انا الحبات قلت لكم درتهم صغار. فوالا بسم الله نسيي ندير لا فورم دان كاري. باش ما تحلكمش هذا غادي نديره من التحت. فوالا نخليها تريح شويه هذاك باش نديرها طيب. فوالا نزيد معاكم وحده اخرى. بسم الله الحشو يبقى اختيار لكم، كاين اللي يزيد فيه الفرماج، كاين اللي يزيد فيه الدجاج، كاين اللي يدير الزيتون. فوالا وهذه بسم الله هاك غرب شويه. انا غادي نكمل كاع العجينه تاعنا ونعاود لكم باش نطيبوه. بسم الله غادي نبداو نطيبو. نبدا بالاولى هاكا باش تشوفوها. فوالا بسم الله نحلوها غير بشويه، نديرو شويه زيت باش ما تلصقناش في الطاجين. هنا نجمو تاني نزيدو نحلوها. ما لازمش تديروها شويه غليظه سورتو سور لي كوتي. ساعة ساعة نقلب فيها. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة. شوفوا العجينة هي تكون مخدومة مليح.
فوالا راهي طايبه. نزيد معكم وحده. بسم الله. N'hésitez pas à mettre un peu d'huile à l'aide comme ça parce que la gêne me tassakh chi yedikom et halouha. دي واحد 2 مينوت حتى 3 مينوت تاع طياب ماشي بزاف، مي سيوك ساعه ساعه تقلبوها باش ما تقعد لكمش خضره من الداخل. فوالا كيما راكم تشوفوا المحاجب تاعنا راهم واجدين، جاو يشهوا تبارك الله، شهيتكم بهم في الجنه ان شاء الله. لا كونتيتي انا اللي درتها تاع السميد والفرينه عطاتني 3 حبه، باردون 13 حبه. انا قلت لكم درتهم صغار، بغيتوا تكبروهم هذا يبقى اختيار لكم. شوفوا تبارك الله جاو خفاف وهشاش وشويه حارين كما يبغيهم قلبي. فوالا نقطعت لكم وحده، شوفوا تبارك الله، ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي الخبر. ما بقى لي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اي على بروشين ان شاء الله.